تحويلات إلى عائلاتهم خلال السنتين الأخيرتين. وديان أبو جلالة، CNBC عربية. يسعى القائمون على صناعة السينما العالمية للاستفادة من الفوائد المالية المتوافرة في المنطقة العربية لتمويل وإنتاج وتوزيع الكثير من الأفلام السينمائية، ويجري حاليا العمل على إطلاق شركة لتوزيع وتمويل الأفلام في الولايات المتحدة والمنطقة كبديل لنظام الاستوديو الرئيسية، وتخطط لتأسيس شركة توزيع وتمويل خاصة في دبي تتميز بالشفافية. تعليقا حول هذا الموضوع، رحب في الاستوديو بضيفتي السيدة سوزان بونيتا، رئيسة شركة لتوزيع الأفلام السينمائية في المنطقة. أهلا بك معنا سيدة سوزان. بداية دعينا نعلق عن تأثر القطاع السينمائي العالمي بالأزمة المالية العالمية، هل من أثر مباشر لهذه الأزمة؟ كما تعلمين فإن صناعة الأفلام تعتبر من بين القلة التي يسعدني أنني أقول أنها لم تتأثر من قبل الركود، ولكنني لم أرى أي تأثير مباشرا، فيما الأفلام لديها عوائد هائلة في أوقات الركود. نعم، يعني هل تعتقدين بأن اليوم السوق المنطقة مجهز لاستقبال أنتم اليوم تتوجهون إلى المنطقة من خلال إنشاء شركة لتوزيع الأفلام السينمائية؟ إلى أي مدى تعتقدين أن المنطقة مجهزة لهذا النوع من الشركات؟ كما تعلمين أن المهم هنا في المنطقة هو أنه في السنوات الثلاثة الماضية فإن منطقة الخليج أنفقت حوالي 240 مليار دولار بالاستثمار في الشركات الأجنبية، خاصة في القطاعات العقارية والمصرفية وسلعا أخرى، وأن صناعة الأفلام تنمو عالميا بوتيرة حوالي 5%، وأظن أن الأوقات مميزة للاستثمار في هذه الصناعة، طالما أنا أظن أن المستثمرين في مجموعات الاستثمارات الخاصة ذكية الاستثمار في الشركات وليس فقط في الأفلام لتأكيد التنويع. نعم، يعني من خلال إطلاق هذه الشركة سيدة سوزان، ما هي الخدمات الرئيسية التي يمكن أن توفرها للمنطقة أيضا؟ إن إطلاق هذه الشركة فهي تؤمن التمويل والتوزيع للأفلام الأمريكية، ونحن نعتقد من أن الأفلام العربية تستحق ليس فقط صوتا في العالم العربي ولكن أيضا على الصعيد العالمي، ولذلك إنها مهمتنا للعالم على انتقال هذه الأفلام والعمل عليها لصناع الأفلام المحلية وكذلك المواهب العالمية. نعم، كيف تتوقعون توجه الاستثمارات إلى هذا النوع من الأفلام في الوقت الراهن، خصوصا مع تراجع الاستثمارات في قطاعات مهمة كانت وهي مسيطرة على الأسواق مثل القطاع العقاري والائتماني؟ كما تعلمين وكما قلت سابقا فإن هذه الاتجاهات في حال لا تعمل صناعة ما فهناك حاجة إلى التغيير، وأنا أظن أن عالم الترفيه أصبح عالميا وأصبح من أكثر الصناعات ريادة وأكثرها من يتبع مبادئ الأعمال كصناعات أخرى، وفي دول مثل الشرق الأوسط والهند والصين هذه الصناعة تنمو وتكبر في الأفلام والفيديوهات، وأن الوقت ممتاز لكي نركب ركب هذه الصناعة. نعم، البعض يرى أن هناك نوعية معينة من الأفلام ستتأثر في ظل هذه الأزمة الراهنة مثل الدراما، بينما ربما تنمو نوعية أفلام أخرى مثل الأفلام الكوميدية خلال هذه الفترة. سيد سوزان، كيف تعلقون على هذا الموضوع؟ أنا أظن أن الأمر صحيح تماما، فإن أفلام الدراما تعتبر صعبة جدا في أوقات، أظن أن المجتمعات والدول التي تختبر هذه المشاكل على الصعيد اليومي فإن أفلام الكوميديا تعتبر أسهل بكثير لكي تباع في هذه الأثناء ولكي تورد عوائد جيدة من هذه الاستثمارات. هل تعتقدين أن المضمون في الفترة الراهنة بالنسبة للأفلام سيكون هو الأهم بالنسبة لصناع السينما؟ أم هناك عوامل أخرى قد تلعب دور فيما سيتم إنتاجه خلال هذه المرحلة؟
كما تعلمين وفقا لأفكاري الشخصية فإن هذه النوعية من الأفلام تجد مكانا لها وفي أوقات مماثلة من الجيد أن نركز على النوعية وليس على شيء آخر، ولكن أنا أظن أن الأمور أن كلما كانت الأفلام أكثر تجارية وأكثر متوجهة للجمهور فسوف يكون ربما أفضل. هل تعتقدين بأن هذه الأزمة قد تعتبر يعني فرصة بالنسبة لصناع السينما حتى يقوموا ربما بعملية تصحيح لأخطائهم في عملية الإنفاق على الإنتاج السينمائي، يعني الإنفاق الباهظ إذا صح التعبير على بعض الأفلام مقارنة بغيرها وإعادة حساباتهم؟ أولا فإن على الترفيه يعتبر مهما جدا لأن هذه الصناعة الأمريكية لم تعد تركز على المصارف وغيرها، ولكن الأفلام تعتبر مهمة جدا، وأنا أعتقد أن الوقت مؤات للسينما العالمية ولدول أخرى لكي تعمل على صناعة أفلام ذات نوعية وتكون متحفظة لكيفية صرف الأموال على هذه الأفلام، وأنا أؤيد الأفلام المستقلة ولا أؤيد الإنتاج السينمائي التقليدي. نعم، أنتم اليوم هنا سيدة سوزان تتابعون مهرجان دبي السينمائي، أيضا تشاركون في هذا المهرجان السينمائي، كيف يمكن أن تعلقين على مدى الإقبال على مثل هذا المهرجان؟ أنا كنت مذهولة جدا بما حققه هذا المهرجان. لقد كنت هنا من 5 سنوات وأنا أشعر أنه يتم استقبالي بشكل جيد. هناك أهمية كبرى للسينما العالمية والممثلين والمنتجين، وتم تحقيق ازدهار الصناعة العربية. هناك تعاون أمريكي عربي في لإنتاج نوعين من الأفلام، هل يمكن أن تحدث حدثينا عنهم عن هذه المشاركة كيف تمت؟ يعني استمعنا أيضا هناك مشاركة من الطرف السعودي لإنتاج أيضا فيلمين ضخمين. أنا أظن أن الأمر مهم جدا من أن الدول مختلفة مثل صناعات أخرى قد اجتمعت وخلقت مواد مهمة ومولت أفلاما سوية في أماكن مختلفة ليكون هناك جمهور واسع النطاق، وأظن أن الأمر مهم جدا من أن هناك شبكة وجهودا مبذولة ما بين الثقافات والدول لكي تولد صناعة صحية وسليمة في الأفلام، وأنا أظن أن هذا مهم. باختصار سيدة سوزان، كيف ترين يعني مستقبل صناعة السينما العالمية خلال الفترة المقبلة؟ أنا أظن أنه فيما نرى الولايات المتحدة، مع أنني أعيش في الولايات المتحدة، أنا مواطنة ألمانية، ولكن الولايات المتحدة هي لم تعد مصنعة الأفلام الكبيرة، فهذا الأمر يتغير ويتحول إلى دول أخرى كثيرة مثل العالم العربي والهند والصين وروسيا وأوروبا، وأنا أظن أن الأمر سوف ينعكس تماما في صناعة الأفلام، فإن هذه الأفلام التجارية يمكن أن تنتج أيضا بين دول مختلفة، وأن الأفلام الأخرى يمكن أن تصور أيضا بين برلين ودبي بدل من أن تصور بين نيويورك وشيكاغو. بناء على هذا، هل يمكن أن نقول بأنه يمكن لهذه الصناعة أن تتحول من هوليوود وتتجه إلى منطقة أخرى؟ هل التغير الجغرافي بالنسبة لهذه الصناعة أصبح واقعا الآن بتوجهها إلى هذه المناطق مثل دبي والصين والهند التي تتحدثين عنها؟ كما تعلمين أنني أظن أن هذا الزواج الممتاز هو إنشاء شراكة جيدة مع هوليوود، فإن هوليوود سوف تكون دائما عاملا مهما لبيع الأفلام عالميا، ولكن هوليوود ليس لديها أن تكون عاملا لمنع الإنتاج في أماكن آخر، فهي تبني صناعة مهمة في أماكن أخرى وتبني مواهبها الخاصة التي سوف يكون لها قابلية في باقي أنحاء العالم. نعم، سيدة سوزان بوينت رئيسة شركة لتوزيع الأفلام السينمائية في المنطقة كنت معنا، شكرا جزيلا لوجودك.